السلام عليكم، اهلا بكم في فيديو جديد. في هذا الفيديو ساريكم تقييمات مستويات وطاقات اللعيبة اللي مستواها نزل. بس قبل ما نبدأ الفيديو تنسيش تشترك في القناة وتعمل لايك. ولا بينا ندخل الى تقييمات اللعيبة. انخفضت طاقة محمد صلاح من 85 الى 84، وانخفضت طاقة اللاعب ارنولد من 83 الى 82، وانخفضت طاقة اللاعب فان دايك من 85 الى 84، وانخفضت طاقة اللاعب فابينو من 82 الى 80، وانخفضت طاقة اللاعب جواو كانسيلو من 84 الى 83، انخفضت طاقة لوريس من 80 الى 79 واصبح لاعب نادر، وانخفضت طاقة اوباميانج من 80 الى 79 واصبح لاعب نادر، وارتفعت طاقة سومير من 79 الى 80 واصبح حارس اسطوري، وارتفعت طاقة راشفورد من 77 الى 80 واصبح لاعب اسطوري، وارتفعت طاقة بوكويو ساكا من 81 الى 82، وارتفعت طاقة فالفيردي من 81 الى 82، وارتفعت طاقة تربيير من 79 الى 80 واصبح لاعب نادر، وارتفعت طاقة رودري من 82 الى 83، وارتفعت طاقة نيمار من 84 الى 85، وارتفعت طاقة بيدري من 81 إلى 82، وارتفعت طاقة ماركينوس من 81 إلى 82، وتمت إضافة اللاعب الأوكراني مودريك بعد انتقاله لتشيلسي إلى اللعبة، وارتفعت طاقة مارتينيز من 76 إلى 79، وارتفعت طاقة جافي من 76 إلى 77. وده كان كل اللي معانا في هذا الفيديو. متنسوش تكتبولنا في التعليقات ايه رأيكم في مستوى محمد صلاح، ومتنساش تضغط لايك وتشترك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.